خالد خالد طنشها ولا كانك سمعت شيء. لو في شيء مهم اكيد رح ناديك مره ثانيه. خالد خالد انت هنا؟ ما سمعتني وانا انادي؟ انت ناديتيني ماما؟ ايوه حبيبي، ابغاك توصلني، عندي مراجعه للدكتور. من جدك انت راح توصلها؟ معقول تكون بتسيب فريقك في المباراه النهائيه؟ انتوا جايبين سواق لي. ماما ايش رايك تروحي مع السواق؟ حبيبي السواق راح يجيب اختك. طب شويه بس لما تخلص المباراه. حبيبي الله يرضى عليك، انا ما صدقت الاقي موعد. يوه ازعجتنا هذه، كلها تروح بتاكسي وتريحنا. ماما ايش رايك تروح بتاكسي وانا ارجعك؟ الو متجمعين عند ناصر عشان البلنتيات. طيب انا جاي دحين، دقايق وانا عندكم. الله يهديك ويحفظك يا ابني. برضه بتدعي لي. سيبك من الجنة، روح الحق المباراة. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.